إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وحده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما زال حديثنا موصولا في دروسنا في أحكام الزكاة. وتحدثنا في دروسنا السابقة عن ترغيب الإسلام في إيتاء الزكاة والترهيب من منعها، ثم تحدثنا عن زكاة الأموال، وتحدثنا في الدرس السابق عن زكاة الحلي الذي تتحلى به المرأة أو زكاة الذهب يعني. والآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نتحدث عن نوع آخر من أنواع الأموال التي فيها الزكاة، ألا وهو زكاة عروض التجارة. كلمة العروض يعني السلع التي يتاجر فيها الإنسان. نحن نعلم أن مصادر رزق الإنسان بتتنوع على حسب يعني قدرات كل إنسان. في إنسان بيعمل مثلا في التجارة، في واحد آخر بيعمل في الصناعة، تجده يعمل في مصنع ولا شيء، واحد تجده يعمل في الزراعة، واحد تجده يعمل في تربية الأنعام الإبل والبقر والغنم، واحد تجده يعمل في 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 مجال آخر، ممكن تكون مثلا عنده مهنة أو وظيفة محددة يتقاضى منها راتب شهري وهكذا. يعني الأنواع الدخل متعددة. وبالتالي الإسلام حينما أوجب الزكاة يعني نظر إلى هذه الأنواع، ففي زكاة الأنعام اللي هي الإبل والبقرة والغنم، في زكاة الزروع والثمار، وكل هذه الأشياء سنتحدث عنها من مشيئة الله سبحانه وتعالى. المهم في زكاة عروض التجارة، إذا كان التاجر يعني بيتاجر في أي شيء، ممكن يكون بيتاجر مثلا في الملابس، بيتاجر في مثلا سلعة الحديد مثلا، أو بيتاجر في السجاد، أو بيتاجر في أمور المعمار، في أشياء البناء وغيره، فأي نوع من أنواع التجارة، أو بيتاجر مثلا في ساعات اليد أو أي شيء. فكيف التاجر يؤدي زكاة تجارته أو زكاة عرض التجارة؟ الفقهاء يقولون بناء على ما استنبطوه من الأدلة الشرعية، يقولون بأن التاجر يقوم بحساب المال الذي عنده، المال لو كان عنده مال سائل يعني بيقوم بحساب، أو حتى لو عنده مال مدخر، وفي نفس الوقت بيقوم السلع التجارية الموجودة عنده، يعني السلع التجارية التي يتاجر فيها اللي هي موجودة في المحل الذي يبيع فيه أو في المكان الذي يبيع فيه، يقومها. ما معنى يقومها؟ يعني يعطيها قيمة، يقول والله مثلا الأشياء التي عندي تساوي 1000 يورو أو 2000 أو 3 أو 100 ألف أو مليون، على حسب الأشياء التي يتاجر فيها. يقومها يعني يعطيها قيمة، ويضيف هذه القيمة إلى المال الذي عنده. وبطبيعة الحال حينما يحسب التاجر أو يقوم التاجر العروض التجارية التي عنده أو السلع التجارية التي عنده، بيقوم بتقويم السلع الموجودة في المتجر الذي يتاجر فيه أو المحل الذي يتاجر فيه، إضافة إلى السلع الموجودة في المخزن إذا كان عنده مجازين ولا شيء. فطبعا يقوم أيضا نحن نعلم طبعا أن أي معظم التجار بيكون لهم مكان يعرضوا فيه ومكان آخر يخزنوا فيه البضاعة أو السلع التي يقومون ببيعها. فهو لما بيقوم السلع التجارية، يقوم التي عنده في المكان الذي يتاجر فيه، والسلع الموجودة السلع الموجودة في المخزن الذي يمتلكه. يبقى إذن يقوم السلع التجارية إضافة إلى المال الذي عنده، لو كان عنده مال، لأن طبعا المال الذي عنده إذا كان يعني مصدره التجارة، تعرف يعني معظم التجار بيكونوا معتمدين في دخلهم على التجارة فقط. يعني التاجر ممكن ما يكونش مثلا يعني مزارع أو فلاح أو بيعمل يعني غالبا بيكون عمله في التجارة، فبيقوم السلع التجارية التي عنده إضافة إلى المال المدخر عنده، إضافة إلى شيء آخر ألا وهو الديون التي له عند الناس.
لماذا؟ لأن نحن نعلم الآن أن كثير من الناس لا يشتري ويدفع كل الإيه؟ كل الماء مباشرة، وإنما أخذ الناس بنظام الإيه؟ بنظام التقسيط مثلا، فممكن يشتري شيء بألف يورو ويعطيه مثلا 100 يورو والباقي إيه؟ والباقي يسدده على شهور مثلا، هو البيع بالأجل أو البيع بالتقسيط. أو بعض التجار الآخرين ممكن يكونوا تجار أقل منه في السوق، يعني لو نحن طبعا نحن نعلم أن فيه تاجر بيسمى بتاجر الجملة، وتاجر آخر هو تاجر التجزئة اللي هو أقل، تاجر الجملة ممكن يبيع لتجار إيه؟ لتجار أقل، فالتاجر الأقل يأخذ منه سلع تجارية ولا يؤدي له الأموال مباشرة، وإنما إيه؟ يقول والله مثلا بعد شهر بعد شهرين بعد عام بعد عامين، على حسب إيه؟ على حسب ما يتفق. فالديون التي له عند الناس وهي ديون مضمونة، إذا كانت ديون مضمونة السداد يعني هو عارف فعلا أن الناس سيسددونها، لأن فيه مواعيد يعني لتسديد هذه الديون، وفي نفس الوقت هو عنده يعني قيود يعني قانونية تلزمهم بسداد هذه الديون، فدي بتسمى ديون مضمونة السداد، يعني ديون ستسدد. يبقى في هذه الحالة أيضا بيحسب الديون التي له عند عند الناس. يبقى إذن التاجر بيحسب ثلاث أمور حتى يؤدي زكاة عروض التجارة، بيحسب السلع التجارية الموجودة عنده بالسعر اليوم وليس بالسعر الذي اشترى به. ممكن مثلا يشتري السلعة بعشرة يورو وفي هذا اليوم مثلا بتعمل يعمل سعرها 15، وممكن يشتري بعشرة ولكن مع العرض والطلب السعر يقل، فممكن اليوم بيبيعها بخمسة على حسب الايه؟ على حسب العرض وعلى حسب سعر اليوم، يعني ليس على السعر الذي اشترى به، وانما بالسعر الذي هو متداول في اليوم اللي بيقوم فيه الايه؟ التجارة بتاعته. اضافة الى اننا نقول ايضا ان ليس كل تاجر عليه زكاة، ممكن يكون بيتاجر في اشياء لم تبلغ النصاب، ما هو ايضا التاجر له نصاب، يعني اذا كانت السلعه التجاريه التي يتاجر فيها يعني ثمنها يتعدى ما قيمته 85 جراما من الذهب، يبقى في هذه الحاله عليه زكاة. انما اذا كانت اشياء يسيره، انت عارفين مثلا ممكن يكون واحد فقير فتح كده محل في بجانب بيته بيبيع فيه اشياء يسيره، في سكر على زيت على يعني الاشياء اللي لا تبلغ قيمتها مثلا 1000 يورو، او من مثلا يقوم ببيع لعب الاطفال اللي هي اشياء صغيره هكذا ممكن لا تبلغ قيمتها ما قيمته 85 جرام نزيل، يبقى هذا ليس عليه ايه؟ ليس عليه زكاه، انما ده يعني يعتبر طالما ان السلع التجاريه التي تتاجر فيها اقل من النصاب ففي هذه الحاله ليس عليه زكاه، انما اذا بلغت النصاب فما اعلم في هذه الحاله عليه الزكاه. يقوم بتقويم السلع كما قلنا، اضافه الى المال الذي عنده، اضافه الى الديون التي له عند الناس. ثم بعد ذلك اذا كان هو عليه ديون، وممكن يكون ايضا هو عنده سلع تجاريه في محل، ولكن هذه السلع التجاريه لم يقم بسداد لم يقم بسداد ثمنها، اذا هو عليه عليه ديون، ربما هو اشترى مثلا من المصنع او اشترى من تاجر اكبر منه، ففي هذه الحاله لما بيحسب الاشياء الثلاثه التي قلناها بيخصم منها الديون التي عليه. اذا كان هو عليه ديون عليه مثلا 10000 يورو ولا 20000 يورو، فبيقوم بخصمها من الايه؟ من المبلغ الاجمالي الذي قام بحساب، وبيخصم منها الديون التي عليه. طيب ما تبقى من هذا الحساب يزكيه بمقدار كم؟ ربع العشر اللي هي 2.5%، 2.5% بيخرج عليه الزكاه ربع العشر. يبقى اذا التاجر لما بيقوم باخراج زكاه التجاره لا يخرج الزكاه على المال اللي هو المدخر عنده فقط او المال الذي عنده، وانما ايضا كما قلنا بيقوم السلع التجاريه، يقوم يعني يعطاها قيمه، وفي نفس الوقت بيحسب الديون التي له فعلا عند الناس، وبيخصم منها الديون التي عليه، اذا كان هو عليه ديون فبيقوم بخصمها.
طيب نفترض ان الديون التي له عند الناس ديون غير مضمونة السداد، يعني في تاجر اخذ منه سلع ولم يقم بسدادها وما طله، قال له سأسددها لك مثلا بعد شهرين ومر الشهرين ولم يسد، وبعد سنة ولم يسد، وهكذا، فهل هذا الدين يحسب؟ لا، لا يحسب، لا يحسب في الايه، في عملية جمع الحساب المال، وانما يعني اذا قبضه، اذا في يوم من الايام هذا الدين يعني اداه صاحبه، فيزكى لمرة واحدة، لا يزكى عن السنوات التي من قبل. وهذا أيضا بينطبق على أي واحد أقرض إنسان آخر ما، يعني حتى لو ابتعدنا شيئا عن زكاة عروض التجارة وتكلمنا مثلا عن زكاة الأموال، فرض أنك أنت يعني بتزكي مالك وفي نفس الوقت لك دين عند عند الناس، ممكن يكون مثلا أخوك طلب منك مبلغ مالي، أختك طلبت منك مبلغ مالي، وهكذا. تعرفين لما بننزل بلادنا مثلا مصر ولا المغرب ولا تونس ولا شيء، فالناس طبعا بيظنوا أن من هو موجود في إيطاليا ولا في أوروبا يعني أتى بحقائب من الأموال، مش حقائب يعني فيها ملابس ولا هدايا، لا، يقول لك ده حقائب محملة إيه؟ محملة أموال، فيأتون طبعا للاقتراض، يظنون أنك أنت البنك المركزي يعني. فأنت طبعا بتستحي أنك أنت تردهم إيه؟ يعني بدون ما تعطيهم بعض الأموال، فمن الممكن أنك تعطي هذا مبلغ مالي، هذا مبلغ مالي، هذا مبلغ مالي، فبيصبح رأس المال عندك، أي نعم بعض المال عندك مدخر وأنت تعرفه، وفي نفس الوقت لك إيه؟ لك أموال عند الآخرين، وفي نفس الوقت يعني حل موعد السداد ولم يقوموا بسدادها. فأنت بتحتار لما تيجي تؤدي زكاة المال، طب ما أنا لي أموال، هذه أموالي ومحسوبة في ممتلكاتي، هذه الديون التي عند الناس، طيب يعني كيف، هل أزكي عنها ولا لا أزكي عنها؟ نقول إذا كانت أيضا ديون مضمونة السداد، يعني أنت عارف أن هذا الذي أخذ منك المال سيؤديه في وقته وحل موعد إخراج الزكاة عندك، ففي هذه الحالة تؤدى على هذا الدين ليه، تحسبه مع مالك وتؤدى عليه ليه الزكاة. إنما إذا كان دين غير مضمون السداد، يعني مثلا أختك خدت منك مبلغ مال وقلت لك سأرده لك مثلا بعد عام، وانت عارف انها لم ترده لا بعد عام ولا بعد عام، وان هي لو ردتها جزءا من ممكن ان هو ايه يعني يطلقها، يقول لا اخوك اخذ منك المال، طب الحق ببيت اخي. ففي هذه الحالة انت عارف ان هو غير مضمون للسداد، ولكن من الممكن ان هو يسدد، صح ولا لا؟ ففي هذه الحالة اذا كان غير مضمون السداد يبقى لا يزك، لا لا لا, لا, لا يجمع مع الايه، مع المال حينما تؤدي منه فيه الزكاة. إنما إذا قبضته، يعني إذا من الله سبحانه وتعالى على يعني من اقترض منك المال وأداه، ففي هذه الحالة بتزكيه لمرة إيه؟ واحدة، لا تزكيه على الأعوام السابقة، لأنه كان مال غير نامي، يعني ما كانش فيه إيه؟ نمو، يعتبر كان متوقف. ففي هذه الحالة وكان أصلا غير مضمون السداد، ففي هذه الحالة بتزكيه لإيه؟ بتزكيه لمرة واحدة حين عند قبضة. هذا الأمر بينطبق على الناس اللي هم شغالين رجلا. إن أنا سألت هذا لما كنت برضو بتحدث عن هذه الأمور، فسألنا أحد الإخوة في هذا الإيه في هذا السؤال، بيقول والله مثلا أنا شغال رجلا مثلا منذ 10 سنوات ولا 15 سنة ولا أقل ولا أكثر، وفي نفس الوقت عارفين إن شغال رجلا مثلا بيكون له يعني حقوق مالية عند صاحب الإيه، عند صاحب العمل لا تؤدى، يعني ممكن يأخذها كل عام، ومن الممكن أنها إيه يتركها، أنا لا أعرف المصطلح بالضبط، ربما أنتم تعرفونه أكثر مني اللي هو المصطلح هذا الشيء يعني، ولكن المهم بيكون مثلا له ما في 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 في, في العام 1000 ولا 2000 ولا هكذا، هو بيعمل منذ فترة طويلة، منذ فترة مثلا، فأصبح له عند صاحب العمل أو عند الإنبس ولا أي شيء بعض الحقوق المالية، ممكن تكون 5000 10000 يأخذها عند إيه؟ عند خروجه من الإيه؟ من العمل إلى آخره. فهل هذا المبلغ الذي له عند صاحب العمل يسدده، يعني يؤدى عنه الإيه؟ يؤدى عنه الزكاة عفوا؟ فقلت له إذا كان هذا المال مضمون فعلا السداد، وأنت في أي وقت تستطيع أنك أنت تطلبه فتأخذه، ففي هذه الحالة هو مالك، يعتبر مالك،
كمن ادخر ماله في الايه في البنك مثلا، ففي اي وقت يذهب الى البنك وايه ويقوم بالاتيان به. فكذلك اذا كان هذا المال اللي هو عند صاحب العمل مضمون السداد، يعني فعلا تستطيع انك انت تاخذه في اي وقت، ففي هذه الحاله حينما تؤدي الزكاه تؤدي فيه الايه تؤدي فيه الزكاه. انما اذا كان غير مضمون السداد ما تضمنش الظروف، مثلا ممكن ان هو يعمل افلاس ويقول لك ما لكش شيء، فانت ما تعرفش هل ده مضمون السداد ولا غير مضمون السداد. اذا كان غير مضمون السداد يبقى في هذه الحاله ايه لا يزكى الا اذا قبضته تزكيه لمره واحده، يعني لا تزكي عن الاعوام الماضيه وانما تزكي لمره ايه لمره واحده. يبقى هذا بالنسبه للدين المضمون السداد وللدين غير مضمون الايه السداد. فالتاجر التاجر نحن لأننا نتحدث عن زكاة عروض التجارة وزكاة السلع التجارية، التاجر لما يؤدي لما يحل موعد إخراج الزكاة فبيقوم بهذه العملية حسابية، بيشوف المال الذي عنده ويقوم السلع التجارية التي موجودة عنده في متجره إضافة إلى السلع الموجودة في مخزنه، ثم بيشوف الديون التي له عند الناس ويحسب هذه الأشياء الثلاثة ويقوم بخصم منها الديون التي عليه، والمتبقي يخرج منه الزكاة بمقدار 2.5% اللي هي ربع ربع الرشد. طب هذا بالنسبة للتاجر اللي هو ايه دايما تجارته فيها رواج. في نوع اخر من التجار، يعني مثلا نستطيع ان نسميه او كما اطلق عليه الامام مالك عليه رحمة الله سماه بالتاجر المتربص. التاجر المتربص يعني عنده شيء لا يباع يوميا وإنما هو بيتربص، يعني مثلا موعد ارتفاع للسعر أو بيتربص شيء آخر ويبيعه في موسم معين. على سبيل المثال مثلا واحد اشترى قطعة أرض، ممكن إنسان يعني لم يدخر مالا في 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 بيتي أو في البنك ولا في شيء، وإنما مثلا الأموال التي كانت عنده اشترى بها قطعة أرض، اشترى بها مثلا قطعة أرض سواء طبعا الأرض زراعية يعني فيها بتزرع يعني، ففي هذه الحالة الأرض كأرض زراعية ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على ما يخرج منه للزروع والإيه والثمرات وحقه يوم إيه يوم حصاد، إنما الأرض كأرض ليس عليها إيه الأرض الفلاحية يعني ليس عليها زكاة. إنما لو اشترى قطعة أرض للبناء يبقى في هذه الحالة يبقى هو لم يشتري قطعة أرض فلاحية ولا زراعية وإنما اشترى قطعة أرض عقار للبناء. ففي هذه الحالة وبيقول لك هل هذه القطعة عليها زكاة؟ ما هو لو كان هذا المال لو لم يشتري به قطعة الأرض ففي هذه الحالة بيخرج عليه الزكاة كل إيه؟ كل عام. طب لو 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 جمد هذا المال بدل ما هو مال موجود هكذا جمده في قطعة أرض، قال لك يا عم طمنا بدل ما أحط فلوسي في البنك ويدخل فيها الحلال والحرام والكلام ده كله، لا نشتري قطعة إيه؟ قطعة أرض، وفي نفس الوقت قطعة الأرض دي إيه؟ يعني بيرتفع ثمنها عاما بعد إيه؟ بعد عام، وبعد ذلك حينما أحتاج للمال أقوم بإيه؟ ببيعه. يبقى هذا اشترى قطعة الأرض بنية وضع ماله فيها من ناحية، وفي نفس الوقت بنية الايه التربح فيها، يعني هو يعني بيتربص او بينتظر ان هو يرتفع ثمنها او حينما يحتاج الى المال فيقوم ببيعها وايه وفي نفس الوقت ياخذ ثمن هذه القطعه. ولا اشتراها لبناء بيت لنفسه عليها ليه والاولاد مثلا، فلا بد من التفرقه بين الايه بين الاثنين. واحد اشترى قطعة أرض ليحفظ فيها ماله ويبيعها عند الاحتياج، واحد آخر اشترى قطعة الأرض لكي يقوم ببناء البيت. واحد اشترى بناء البيت خلاص ليس عليه زكاة لأنها أصبحت إيه من ممتلكاته، أصبحت يعني إيه ليس فيها نية التجارة وليس فيها نية الإيه البيع والشراء وليس فيها نية التربص، وإنما دي إيه بنية بناء بيت له، ففي هذه الحالة ليس عليها زكاة. إنما لو كانت بنية التجارة وبنية أنه يبيعها عند ارتفاع ثمنها أو عند الاحتياج إلى ثمنها، ففي هذه الحالة من الفقهاء من يقول بأنه يقومها خلاص بتبقى زي أي سلعة تجارية، فبالتالي يقومها كل عام ويخرج عليها الزكاة
شوف مثلا انت منحت تساوي 20,000 يورو، طب 30,000 يورو، طب 100,000، طبعا بي 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 بيعطيها قيمة بحسب سعر الايه اليوم وليس بحسب السعر الذي اشترى به. دائما التقويم بيكون بالايه بسعر اليوم. طيب لو لا فهم، فكما قلنا هناك من الفقهاء من قال بأنه يقومها كل عام، ونوع آخر من الفقهاء زي الإمام مالك عليه رحمة الله قال لا، ممكن ما هو يعني هو لا يقومها كل عام، وإنما حينما يبيعها ويقبض ثمنها ففي هذه الحالة يؤدي الزكاة عند القبض. ما هو ممكن إيه يريد أن يبيعها مثلا فلا يبيعها بعد عام، بعد عامين، بعد 3 أعوام، بعد 4 أعوام، لا، يبقى في هذه الحالة اسم التاجر المتربص لا يقومها كل عام، وإنما إيه يقومها عند البيع فقط. يعني لما يبيع خلاص وباع قبض الثمن يؤدي فيه الإيه يؤدي فيه الزكاة اللي هي ربع العشر 2.5%. يبقى إذا معنى ذلك أن بعض الفقهاء كالإمام مالك كما قلت فرق بين التاجر المدير، التاجر المدير يعني الذي يدير تجارته، دائما التجارة عنده فيها إيه فيها رواج، يعني يبيع يوميا هكذا كمن يبيع السلع التجارية الأقمشة ولا أي شيء ولا ملابس ولا أي شيء، وبين التاجر المتربص. التاجر المتربص قال لك لا، اللي هو إيه ربما يبيعها بعد عام، بعد عامين، بعد 3 أعوام هكذا. فقال بأن هذا طبعا اللي هو التاجر المدير هذا اللي هو بيبيع السلع التجارية دائما ده بيقوم السلع التجارية عنده كل عام ويؤدي فيها الزكاة، لما التاجر المتربص ده إيه يؤدي عند الايه عند البيع فقط. هذا يعني بمجمل الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة عروض التجار أو بزكاة السلع التجارية. هنكتفي بهذا القدر، وبعد ذلك نجيب على الأسئلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك في دروسنا الفقهية القادمة نتحدث عن أنواع أخرى من أنواع الزكاة مثل زكاة الزروع والثمار إلى آخره. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.